نواف التمياط ومحسن جمعان يستحقوا الشكر صراحه. يعني شوف الان يعني احنا انتقدناهم المره الماضيه، الان شوف ميزوا يعني قرار اداري، تصريح اللاعبين، تصريح اللاعبين معناه في تقدير للقنوات الرياضيه. لا حتى بعد الامانه قدموا تسهيلات القناه الرياضيه. هذا الكلام ده ما يجوز اصلا، بس كان معترف ممتاز جدا. لا بس لا تخليهم بندر 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 بس انا بعد اذنك ابو لما يعني استاذنا الكبير، يعني انا بس ودي اعتذر على بعض الكلمات اللي ذكرها الاخ فواز اللي بتاشيرته وروح زين وما عارف ايش الكلام. الاخ فواز مطرود من نادي الشباب ويحب يكسب جمهور على الكلام هذا من نادي الاتحاد عفوا، فيحب انه يكسب جمهور. فيعني يعني هالكلام هذا شفت شلون، شفت شلون فيصل؟ لا لا والله شوف شوف شلون، شوف ترى هو فيصل والله ما اشوفهم على رجل، شوف والله شوف سوى النيه قاعدنا في البرنامج هذا الكلام مرفوض. اتمنى ان يعتذر، لا انا شوف لان المساله اليوم طيب. صراحه زودها يعني حبيتين. طيب خلي خلي يعني ما يصير هالكلام بندا، خلينا من خلينا منه، احنا قاعدين نكمل في الكلام. يقول لك بندا اذا هو يا مبارك يا ابو فهد يا ابو فهد تاشيرتي يؤشر بيدي يا ابو فهد، ترى كل واحد يسجل واشر. احنا قفلنا الموضوع، احنا قفلنا الموضوع، انت رجعت خلينا سرق انت كثير يعني صراحه يعني صارت تو ماتش. طيب مبارك معليش مبارك، انت الحين قبل شوي نتكلم وقفلنا الموضوع، قاعدين نتكلم في الموضوع ثاني. هذا الراجل قاعد يقول هذا المسكين ينقص في الكلام، ما يسال الكلام، هو غلبان هذا المسكين قاعد يقول له لا انا غلبان هو مسكين. لو سمحت ابو ساره خلاص يكفي، خلاص يكفي، انت قلت اللي عندك يكفي. الحين انا بالنسبه لي هو رد علي كلهم على العين والراس، كلهم على العين والراس. عندك بالنسبه لك كلهم على العين والراس، انا ما اشوفهم اصلا. كلكم لو سمحت، لو سمحت انا حق لي اقول ما اشوف يا اخي لو سمحت انا اقول هو ولا الثاني ده اللي قاعد يرسل له في الجوال وقاعد يقول لي ارسل لي في الجوال يقول حركات مسوي حركات هنا. خليك قدامي تكلم، عندك موضوع تكلم. وانا الموضوع كله اللي قاعد اقول لك اول، انت حضرتك قاعد تشتغل تطلع من يوم الكلام على الابداع انت وياه على حقين السوشيال ميديا زعلانين، يعني عارف انه قاعدين بينزلوا على السعوديه وهو معاه والله ما عندك شيء، ياخذون معلومات منه هو اصلا ما يدري مين. لا 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 اخذ منك معلومات انت لا ترد عنه. مبارك مبارك قفل الموضوع، انت لا ترد عنه. انا ما ارد عنه، انا ارد، انا ارد في اللي يخصني يخص البرنامج لو سمحت. ايش برنامج انا اتكلم معاه تجي ترد انت؟ ما ارد انا، ما ارد انا، ما رديت انا، اقول خلهم يا اخي يتكلمون وبعدين انت تتكلم. انت هنا فوز، انا هو اللي تكلم، دخل على الراجل قاعد يتكلم عن مباراه المنتخب طيب. تصنيف المجموعات طيب ممكن من اللي دخل يتكلم طيب وانا هذا جيله هنا ملاحظات في الجوال. ممكن تهدى، ممكن نهدى شوي، ممكن نهدى شوي، طيب ممكن شوي لو سمحت. اليوم مو طبيعي، اليوم وضعه مو بصحي، اليوم في شيء مو طبيعي، لا لفظا ولا اشاره ولا كلام ولا حقك مو طبيعي والله، قاعد يقول كلام والله العظيم، قاعد يقول كلام يحكي كلام ما يفهمه هو، يتكلم كلام والله العظيم ما يعرف معانيه هو. سكتوا وقاعد الحين استعدى اعلام الكويت علينا، الحين رجع علينا احنا. استعدي مين اللي استعدي؟ الكويت كله امس كان يقول اعلام الكويت كله ضدنا، بعدين صاروا 50% الحين صاروا 50% و50% يعني ما عرفنا لا هذا كلام نسبة 40 ولا 70 بس يتكلم والله مو داري ايش السالفة. انا اتمنى الحين جاي استهزأ على الكرسي والله مو داري احنا في البرنامج يعني نتكلم الحين مشكلة. بندر بندر الاخوان اللي مبارك انت اللي رجعت، احنا قفلنا الموضوع انت اللي رجعت. والله رجعت ما رجعت، لا 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 والله هو حلف إشارة هو قاعد يحلف بهالكلام، وهذا راح يذنب عليه طيب. لان هالكلام هذا غير صحيح ابدا، لا شفت الجوال ولا غيره، ولكن انا ابغى المشاهد الكريم يحترم الحوار الموجود حاليا، بلا اشارات وبلا تقليد من شان بعض الزملاء وبلا خرافات وكلام غير صحيح. طيب عن الاعلام ما انا بقفل الموضوع عشان ما قدرت اسكت، ابقفل الموضوع كلكم، ابقفل الموضوع كلكم. عندنا